الدبارة بمختلف الأذواق هو ما يقدمه العم صالح لمحبي هذه الأكلة في شهر رمضان بمدينة عين فكرون بأم البواقي، صيت وشهرة جعلته يواصل نشاطه حتى في الشهر الفضيل. راه معروف من مغنية حتى لتبسة، رانا نخدموا مشنوعين بالدبارة، عندنا جاج محمر ثاني راني سيليكسيوني فيه، فهمت؟ وعندنا لي زافير هذو تاع الدبارة. خدموا كاين سور كوموند دبارة، فهمتني؟ ويعرفوا الناس من كل بلاصة يجيو ليها، مشكيك داك سمطيلة عندنا بامجيج من كل بلاصة أخرى. دبارة فن. كاين الجاج، كاين ناس بزاف ياكلوا دبارة في رمضان، وبلاخص في رمضان. وهذا الميتي شغل ولا ناقص بزاف تاع الدبارة هذه، فهمتني؟ ولاو الناس بزاف ما يخدموهاش. واش هو حنا نحافظوا على الصلاة هذه بربي إن شاء الله، ديما ما تزوجش بربي إن شاء الله. حسن التعامل والنوعية التي يقدمها محل العم صالح للزبائن جعلته محبوبا، وما يقدمه كله على الطلب. السيد هذا راه قديم، هو البلاصة هذه راه يخدم خدمة مليحة ونظيفة، ويديو عليه الناس يجيو من كل بلاصة، سمعت؟ راه هو يعني ما إن شاء الله. مطعم عمي صالح فهو مشهور في مدينة عين فكرون، يعني موجود في وسط المدينة. عين فكرون مشهور خاصة بالدبارة، هذه الدبارة التي أتت من مدينة وادي سوف ثم إلى بسكرة ثم إلى مدينة عين فكرون، ليعلم الجميع بأن هذه الدبارة من صنع عمي صالح، يعني يتقن فيها. عمي صالح فهو كريم وسخي، اللي عنده ياكل، اللي ما عندوش ياكل. العم صالح يأبى أن يغلق مطعمه بحلول شهر رمضان في ظل كثرة الطلبيات، نظرا لخدماته التي تستوفي رضا الزبائن.